Hey guys, today's video is about how I diffuse my hair. كتير بحب أعمل diffusing لشعري بدل air drying لأنه دايما I get amazing results. It cuts down on drying time, يعني بياخد وقت أقل لينشف الشعر, و it gives amazing volume و definition. So stay tuned. So I already styled my hair, حطيت leave-in conditioner والجل, وعادة قبل ما بلش diffusing بحب انطر شي 10 أو 20 minutes بس حتى البرودكت يقعد بشعري وكرمال ما انزع my curl pattern دغري بالديفيوزر. So if you wait 10 to 20 minutes the product will set بشعركن and you will get better results. So هيك بتبلشوا تحسوا انه في مثل جل كاست صغيرة قبل ما تبلشوا diffusing. What's important تعرفوا بالديفيوزر هو ما في diffuser approved أو diffuser مش approved. في different shapes and sizes the diffusers. في منهم بيجوا مثل البول شكلهم, في منهم بيجوا flat. I'm gonna use this diffuser اليوم. Okay. بس what's important تعرفوا بير دراير إنه لازم يكون عندكم different options بالدراير. Okay, يعني لازم يكون عندكم different heat options اللي هن no heat, medium heat و high heat, ولازم يكون عندكم different options بالهواء اللي عم بيطلعوا الدراير. يعني في هواء خفيف, هواء medium وهواء قوي. و it's a bonus إنه إذا عندكم بالدراير هيدا الاوبشن اللي هي كول شوت بوتن, يعني بتطلع هواء مسقع. ليه بنستعمل هواء مسقع؟ لانه it locks in the moisture. يعني نحن من بعد ما نخلص diffusing او فينا كل شوي نكبس هيدا الكول شوت بوتن لانه بتحصر المويستر اللي بالشعر. So let's start diffusing. مثلا ببلش my diffusing ب no heat و high speed. I don't cup my hair اول شيء, ببلش حوالين شعري. اوكي, ببرم الديفيوزر حوالين شعري بس حتى تتكون للجل كاست. So I'm gonna start. انتو عم تبرموا الديفيوزر حوالين شعركن, قربوا شوي على الروتس وبلشوا نشفوا your roots شوي لان ما بدكن انه ينشف كل شعركن وyour roots يضلوا ماي. سو كل شوي هيك قربوا شوي الديفيوزر وبلشوا نشفوا your roots. بس بلشوا تحسوا انه شعركن صار شي 40 او 50% dry فيكن تبلشوا to cup your hair. هيك بتبلشوا تعملوا شوية فوليوم, شوية ديفينيشن أكتر, وبهي الطريقة بتكونوا عم تكسروا شوية من الجل كاست. Never apply high heat into your diffusing لأنه it's heat damage. فأنا ماكسيموم بستعمل medium heat high speed لأنه ما إلي خلق أنطر لينشف شعري, بتطول أكتر. فيكم تستعملوا medium speed if you have the time. أنا بستعمل عادة high speed medium heat وبضلني قلب بين no heat و medium heat كل شوي. وأكيد I always use the cool shot button اللي هي الهواء البارد كتير, بس أكتر شيء towards the end بستعمل هيدا البوتن. So حكفي my diffusing. Important with diffusing انكم تغيروا from left to right, يعني flip your hair هيك و flip it to the right and then upside down, هيك you create volume. So انا بنص الديفيوزينج بحب وقف شوي وبعمل سكالب مساج بس حتى يتفرقوا الشعرات وينشف الشعر احسن. بلس بشوف اذا شعري بحاجه ل بعد شويه ليفن كونديشنر او اذا في شي اريا او خصله شعر منشفه
برجع بحط لها مي وبعملها finger coiling او بحط عليها جل. شعري نشف تقريبا، في بعد شوية areas ما نشفه بس it's okay. من هون فيكن انتو تقرروا اذا في كتير جل كاست، يعني في طبقة جل قاسية، فيكن تكسروها بشوية زيت. هلا حأرجيكم كيف، او فيكن ما تشيلوا الجل كاست هيك بداين شعركن لأكتر من يومين او ثلاثة. انا I don't like a gel cast، so حأكسر الكاست بشوية lavender oil. الجل كاست يعني هو اليابس، سو بتعملوا سكرانشينج. سكرانشينج لحتى تبطلوا تحسوا انه في مثل طبقة يابسة على شعركم. And there you go. هاي الريزلت. I hope you liked this video، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. And thank you for watching.